السلام عليكم. اليوم نتكلموا على ولاية المدية، وراح نشوفوا المشروع نتاع بناء المستشفى لمحاربة السرطان بهذه الولاية. إذا بعد ما تكلمنا على عدة ولايات اللي تم إنشاء مستشفى لمكافحة السرطان أو يعني راه قيد الإنشاء، اليوم جاء الدور لولاية المدية، بدأت المشروع تاع المستشفى هذا في بلدية وزرة بالقرب من مدينة، يعني حوالي 12 كيلومتر عن مدينة المدية. إذا بدأ مشروع تاع تهيئة، يعني تاع مشروع تاع المستشفى، وهنا نشوف التصاميم الرائعة لهذا المستشفى اللي يسع إلى 120 سرير. إذا كل المستشفيات تاع محاربة السرطان عبر التراب الوطني هي فيها 120 سرير، بغض النظر عن المستشفيات الجامعية وكذلك المستشفيات لاستعجال الاستعجالات الطبية اللي راهي قيد الإنشاء في عدة ولايات من الوطن. سوف نشاهد كذلك الأشغال، يعني مستوى الأشغال بهذا المشروع الموجود كما قلنا في بلدية وزرة بولاية المدية. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.